السلام عليكم. يبقى السؤال الأصعب الذي يقف جل المثقفين العرب أمامه حيارى، وهو كيف نحافظ على تراثنا وقيمنا العربية الأصيلة وسط هذه الأمواج العاتية من قيم الحداثة. الحيرة هنا تمثل أحد مظاهر أزمة المثقف العربي الذي يعاني، بحسب بعض من كتب في هذا الشأن، يعاني من فقر في التراكم المعرفي أنتج بدوره تواضعاً في الإنتاج والابتكار. في حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذا الموضوع لنبحثه من ثلاثة أبعاد: بيان مفهوم الثقافة والمثقف، وبحث أسباب أزمة المثقف العربي ومظاهرها، واستشراف طرق حل الأزمة بما يفضي إلى تظهير مثقفين على درجة رفيعة من المعرفة والقدرة على الإنتاج المعرفي، كما نتطرق إلى وظيفة المثقف ابتداء. نلتقي بعد التقرير. يعتبر المثقف أينما كان أحد أهم مصادر قوة المجتمع ووعيه لبلوغ نظام اجتماعي أفضل، وفي المشهد العربي يبدو المثقف عاجزاً عن التأثير في محيطه وتطويره ومواجهة مشاكله، فالحلول التي تقدمها النخبة لا تتوافق مع طبيعة المشاكل التي تمر بها الشعوب العربية منذ عقود. وفي أغلب الأحيان المثقف العربي مسلوب الإرادة والحرية وتابع لرغبة وحاجة السلطة السياسية. لقد عرف العلماء العرب المعاصرون المثقف العربي بأن يكون لديه معرفة كاملة بمقومات الأمة العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، من دين ولغة وتأريخ وحضارة وقيم وأهداف مشتركة بصورة واعية هادفة. والثقافة العربية تعني معرفة كاملة بالتراث العربي والعلماء العرب عبر التاريخ وإسهامهم في بناء الحضارة وإرساء العدل. وبعيداً عن التعريف اللغوي والاصطلاحي للثقافة، فإن ما يميز المثقف بشكل عام أنه أكثر وعياً بما يجعل منه المحامي عن قيم الخير والعدل والحرية، ومدافعاً عن المظلومين وحقوقهم، والمطالب بحياة حرة كريمة، ولا يمكن أن يكون في صف المستبدين والمفرطين بقضايا الأمة. ومن أولوياته رد الغزو الثقافي الأجنبي وصون الهوية والقيم الحضارية العربية ونشر عوامل النهضة بين أوساط المجتمع. الأنظمة العربية الحاكمة وخاصة العسكرية منها لعبت دوراً في تغريب الدولة سياسياً وثقافياً عن مجتمعاتها، وصنعت ما يعرف بمثقف السلطة، حيث مارست السلطة دوراً في إيجاد طبقة ثقافية بعيدة عن الموروث الثقافي والحضاري الذاتي للمجتمع العربي والإسلامي، وتحولت النخب الثقافية أو ما يصطلح على تسميتهم بمثقفي البلاط في بعض الدول العربية إلى سلاح موجه ضد الشعوب وموروثاتهم. وفي الطرف الآخر يعيش المثقف العربي محنته بين التيارات الفكرية الغربية والأفكار المتطرفة، فلا قوانين تنصره. المثقف العربي بمعناه الصحيح يجد نفسه وحيداً تحت قهر أنظمته واستبداد الأحزاب الحاكمة، بما عطل فعاليته وقطع حبل الوصل بينه وبين المجتمع تحت طائلة التهجير والنفي والاعتقال لبعض المثقفين، وفي أحيان كثيرة تصفيتهم جسدياً كما حصل في العراق وسوريا وليبيا ودول كثيرة أخرى. أزمة المثقف العربي لا تعدو أن تكون جزءاً من الأزمة الاجتماعية الشاملة والفشل السياسي في الدول العربية، وهو ما كان جلياً في محطات الربيع العربي بعد عام 2011. يرى المفكر الراحل محمد عابد الجابري في كتابه المثقفون في الحضارة العربية أن الإنسان العربي الذي يوصف بأنه مثقف لا يتعرف إلى نفسه بوضوح، ولا يعرف لماذا يوصف بذلك الوصف، بسبب عدم بناء مرجعية لمفهوم المثقف في الثقافة العربية، إذ لا معنى للحديث عن شيء لا يرتبط بمرجعية. يحتاج المثقف العربي
فك الارتباط المرضي في علاقته بالسياسة، كذلك يجب تصحيح مناهج التعليم وعلاقة المثقف مع محيطه ومجتمعه والوصول له. ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث اليمني، وعبر سكايب من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري المستشار التعليمي، كما يشاركنا الحوار عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالاستوديو أستاذ نبيل، يعني سؤالي هو حقيقة من بعدين أو مركب. أولا، هل هناك تعريف واضح ومحدد المعالم بالنسبة لمفهوم الثقافة؟ ثم ماذا عن التقاطع بين مفاهيم التراث والأصالة والثقافة؟ هو في البدء، بعيدا عن جدلية التعريفات وجدلية المفاهيم التي تؤطر فيها لفظة أو مفهوم أو تعريف الثقافة في كل القواميس والموسوعات والثقافات، تبقى مسألة الثقافة أنا باعتقادي أكثر لصيقا بالقيم، القيم الحاكمة للإنسان أو القيم التي تحاول أن تحافظ على إنسانية الإنسان، والتي تسعى من أجل قيم الخير والجمال والحق والحرية. هذه أنا باعتقادي هو التعريف الذي اليوم أنا باعتقادي يكاد يكون هو اللصيق والأكثر قربا في تعريفنا لمفهوم الثقافة، لأنه بالأخير جدلية الحديث عن الثقافة وكثير من التنظيرات التي حاولت أن تضع إطارا ومفهوما واضحا للثقافة تبقى في إطار الفلسفات أو في إطار التعريفات التي تتجاوز أو التي ربما يعني لا تقيس أو لا تقيس مدى مفهوم الثقافة على الأرض. بمعنى آخر، إنه الثقافة ليس كائنا أسطوريا أو ليس دودة كتب أو ليس، دعني أقول، ليس يعني الكاسيت ليحفظ ويستوعب كل ما تقال من معارف. المثقف هو الإنسان القادر على تحويل هذه المعرفة إلى قيم، إلى سلوك، إلى واقع، لا يتعايش مع الظلم، لا يتعايش مع الاستبداد، لا يتعايش مع الجهالة، لا يتعايش مع كل ما من شأنه يعمل على يعني تجهيل الإنسان أو على ظلم الإنسان وقهره. وبالتالي الثقافة يعني هي إطار من القيم الحاكمة الناظمة التي تسعى لخلق مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الظلم والاستبداد، ومجتمع راقي ومتطور وإنساني بشكل أو بآخر. أنا باعتقادي هذا التعريف الذي من مجمل ما يقال حول مفهوم الثقافة ممكن أن نستخلص مثل هذه المقاربة لفكرة الثقافة والمفهوم الثقافة، لأنه بالأخير المثقف ليس كائناً أسطوري كما قلت، وهو بالأخير لا نريد أن نخلط بين الثقافة والمثقف، لأني أدخر السؤال عن المثقف ربما الأستاذ أحمد في القاهرة، لكن ربما وضح لي أنا يعني مفهوم الثقافة أستاذ نبيل. لكن هل ثمة تقاطع؟ هل هي الثقافة هي التراث، هي 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 الموروث، هي الأصالة، أم ثمة يعني تباعد بين هذه المفاهيم؟ هو ليس يعني أنا باعتقادي من وجهة نظري ليس يعني مفهوم الثقافة حصراً في تأطير في مرحلة زمنية بتراثها بما قيل فيها دون غيرها. الثقافة هي يعني في وجه من أوجه التعريف إنه الثقافة هي التراكم الفكري والثقافي والحضاري والمعرفي في البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه ممكن أن نطلق عليها الإطار الكبير لمفهوم التراث الثقافي أو الفكر الثقافي. لكن انه نحن نأطرها انه يعني هي لا انفصال، يعني بالاخير المثقف ليس يعني منفصلا عن ماضيه ولا منبتا عن حاضره، ولا يعني بمعنى اخر انه المثقف يجب ان يكون لديه اطلاع معرفي كبير. هذا الاطلاع المعرفي يحاوله في يساعده في تحويل وقراءه الواقع وتحويل هذه المعارف الى واقع اكثر جمالا واكثر انسانيه دون غيره. طيب أستاذ أحمد، في القاهرة يعني كثيرا ما تنسب رزايا أو مساوى إلى هذه الطبقة من المثقفين، بالرغم من أنه في كثيرا من الأحيان هؤلاء المشمولين بهذه الرزايا ليسوا من المثقفين ربما. يعني أحيانا يوصف الفيلسوف بأنه مثقف، وأحيانا المفكر، إذا حصل بعض الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب أو في الكيمياء يوصفون بأنهم مثقفون. نريد منك لو سمحت تحديدا لماهية المثقف، من هو المثقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكرك يا أستاذ جهاد، وأشكر الضيف الكريم، وأشكر الأستاذ من السودان الشقيق، وكل القائمين على البرنامج. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. بالنسبة للمثقف، هو المثقف ليس مفكرا بمعنى أن هو يعني يعيش في البرج العاجي الذي يقتر فيه الفلسفات ويطرح فيه الأفكار وينتجها. هو ليس بهذه الصورة، هو أيضا ليس بذلك العالم المتبحر في تخصصه. هو يتفوق على العالم المتبحر في تخصصه، فقد نجد المثقف هو عالما في تخصصه متبحرا فيه، ولكن هو مع ذلك مشغول بالشأن العام، مشغول بالشأن المجتمعي، لأن المجتمع في النهاية هو قيمة ثقافية، قيمة ثقافية خرجت إلى حيز التنفيذ كما يقولون. فهنا يأتي دور المثقف. المثقف نستطيع أن نقول إنه في مرحلة وسط، هو بين العالم المتبحر وبين المفكر أو الفيلسوف. هو ليس مفكرا، وإن كان أحيانا يطرح بعض الأفكار، ولكن ستكون بطبيعة الحال أقل من الطرح الذي يطرحه المفكر أو الفيلسوف أو المناظر إلى غير ذلك. إنما هو المثقف هو رجل موسوعي، بلا شك أنه مطلع على قضايا مجتمعه وقضايا أمته، وهو منغمس في هذه القضايا أو في تلك الأحداث التي يعيشها مجتمعه. فهو ليس بغائب عن هذا المجتمع، ولكنه ليس بذلك الذي يطرح دائما، يجلس يطرح الأفكار أو ينتج فلسفات أو نظريات إلى غير ذلك. فهو رجل مهموم، ويعني أقرب إلى المثقفين هم يعني الطبقات التي يعني تشارك في الإدلاء برأيها، سواء حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، منها ليس كلها طبعا، وكذلك الوسائل المرئية والسمعية والصحافة والكتاب والمسرحيون والفنانون إلى غير ذلك، الذين ينشغلون بأمر معين أو يعني يشغل مجتمعهم، فهم من هذه الأرضية ينطلقون. فهذا الذي نستطيع أن نقوله. هو أيضا له رؤية نقدية، لابد إذا لم يكن المثقف له رؤية نقدية ومنغمس كما قلت في قضايا مجتمعه، وإذا قلنا رؤية نقدية يعني معناها أنه يعني منغمس انغماسا إيجابيا، فلا شك نعم. أننا نستطيع أن نقول أن هذا هو المثقف ونشير حقيقة إليه أستاذ بهذا. أحمد، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه بشيء من التفصيل. الأستاذ غسان من الخرطوم، سيد غسان، يعني هل ينبغي للمثقف أن يكون رسالة، أن يكون له رسالة؟ لابد من أن يكون للمثقف رسالة، أم أنه ربما يعني من حيث المبدأ قد يكون قارئا مطلعا حوى على تراكم معرفي عميق، لكنه منعزل عن الشأن العام لأسباب قد تكون أخلاقية، لأسباب نفسية أو شخصية، ولا يقوم اهتمامه على مشروع عام؟ هل هذا ممكن؟ في البداية شكرا أستاذ جهاد وللضيوف الكرام الأحبة في اليمن وفي مصر الحبيبة. بالنسبة إلى السؤال، أنت ذكرتم بعض التعريفات وكذا، أنا أختار منها أن المثقف هو عبارة عن فاعلية نقدية في المجتمع، أي أن لابد أن يكون له وظيفة اجتماعية، وهذه الوظيفة الاجتماعية تجعله مساهما ومشاركا وصاحب رؤية وقدرة على الإدلاء برأيه في كثير من الهموم، حتى التي يمكن أن لا تدخل ضمن حيز اشتغالك الرئيس. أنا استمعت إلى مقدمتكم في الحلقة وأتذكرت الآن ما كان يقول الدكتور الجابري حول طبيعة دور المثقف في المجتمع، وأنه لابد للمثقف أن يكون مفكرا في الأفكار، أي قادرا على إعادة إنتاج المفاهيم التي تم اختبارها في المجتمع ولم تأتي بنتائج جديدة. ولذلك بحسب السؤال، لا بد أن تكون وظيفة اجتماعية للمثقف، وإلا هذا الكم من القراءات وهذا التراكم من المعرفة الذي يصطاد ويسهر عليه ويجهز لنفسه من القراءات في دروب عديدة سيكون بلا فائدة. الفائدة الرئيسية للمثقف، ذلك الشخص الذي يستطيع أن يمارس دورا نقديا اجتماعيا، هو أن يكون ملما بطبيعة الظاهرة بالعمل. اثنين، يكون قادر على أن يدلي برأيه في جملة مظاهر هذه الظاهرة الاجتماعية، سياسيا واقتصاديا وفكريا بطبيعة الحال. وبالتالي المثقف بلا وظيفة هو أقرب لتوصيل لمشكلة للخلط الذي نقع فيه بين المتعلم والمثقف. نحن عندنا قدر عدد كبير جدا من المتعلمين، وأحيانا تجاوزا
نسميه مثقفين، أي الذي استطاع أن يحصد معنى أكاديميا في تخصص ما، ونعتقد بأنه قادر على أنه يحول هذا المعنى إلى فاعلية اجتماعية. لذلك إذا أردنا أن نقيم جدارا فاصلا بين وظيفة المثقف ووظيفة المتعلم، نستطيع أن نقول أن الوظيفة النقدية نقد المجتمع بالمعنى الإيجابي كما قال الأستاذ الكريم من مصر، لا بد أن تكون للمثقف وظيفة، وإلا أن كل الذي درسه هذا لا معنى له. حتى في النظر للتراث العربي بتاعنا، كان كل الفاعلين الاجتماعيين هم الذين حازوا على معرفة، الجاحظ التوحيدي، المعري، ابن سينا، الفارابي، ابن رشد، كل هؤلاء كان لديهم وظائف اجتماعية، وبالتالي لا نستطيع وظيفة أن أم نفصل مشروع بين أستاذ وظيفة غسان؟ اجتماعية وظيفة أم مشروع؟ وبين هل ينبغي وظيفة أم للمثقف أن مشروع؟ يكون وظيفة أم له مشروع؟ المشروع هو مشروع وظيفي أستاذ جهاد، أي أن يكون له متمثلات مباشرة في الواقع، وإلا سيكون مشروعا تجريديا ليس ذا فائدة يعني. طيب، دعني أعود إلى الاستوديو. في علاقة التأثير والتأثر بين المثقف والمجتمع، وتحديدا في الحالة العربية، ما طبيعة هذه الحالة أو العلاقة؟ من الذي يعني يغذي الآخر، أو من هو نتاج الآخر؟ لا شك أنه العملية تبادلية، لا نستطيع أن نقول أن المثقف هو حالة فيزيائية من خارج المجتمع. المثقف هو نتيجة، يعني كما ذكر مالك بن نبي، أنه المثقف هو أو الثقافة هي القيم والمبادئ السلوكيات التي يتربى عليها الفرد في مجتمعه، هذه هي الثقافة في حقيقة الأمر. مسألة التعليم، أنا أتفق مع الأخ غسان في قبل التعليم أستاذ نبيل، يعني في الحالة العربية الآن، أنت تعرف يعني جنابك يعني لا يخفى على شريف علمك أنه الآن في الحالة العربية هناك واقع متردي سياسي اجتماعي ربما فكري. هل هذا التردي في الواقع الاجتماعي والسياسي والفكري هو نتيجة لغياب طبقة مرموقة من المثقفين، أم أن يعني حقيقة المثقفين هم الذين أوصلوا هذا المجتمع إلى هذه النتيجة؟ طبعا المثقف لماذا، يعني لماذا يستحق أن نطلق عليه مثقف؟ المثقف لأنه كما قال الأستاذ أحمد وكما هو متعارف، المثقف عنده حاسية نقدية زائدة، لا يمكن للمثقف أن يتعايش مع التخلف، يتعايش مع الجهل، يتعايش مع الاستبداد. المثقف لديه روح نقدية، ينتقد كل سلبيات الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه، وبالتالي هذه الوظيفة الاجتماعية التي يتحدث عنها الأستاذ غسان، إنه المثقف صاحب رسالة وصاحب وظيفة وصاحب مشروع إصلاحي بالضرورة، إصلاحي يتعارض مع الاستبداد، إصلاحي يتعارض مع الجهالة، إصلاحي يتعارض مع كل متعلقات التخلف الاجتماعي الموجود في المجتمع، هذا هو المثقف في طبيعة الحال، وهذه هي رسالته. وبالتالي حينما نرى المجتمع العربي اليوم، إنه يعني المجتمع الحالة التي تردت، نحن لا ننسى أن هذه الحالة التي تردت أتت كواحدة من تداعيات مشهد الربيع العربي. مشهد الربيع العربي كان أحد أبرز تجليات حالة النهضة فكرية وثقافية موجودة، يعني اشتغال 7 أو 8 إلى من مرحلة الدولة الوطنية، والمثقفين الكبار الرافعي محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، يعني كرد علي، كل هؤلاء المثقفين الذين يعني أسهموا بطريقة أو بأخرى، شوكاني في اليمن، جمال يعني المقبلي، الجلال، كل هؤلاء المثقفين الذين في ولي الله الدهلوي في الهند، يعني محمد إقبال، كل هؤلاء كانت نتائج الاشتغال الفكري الذي اشتغلوا عليه، قيام ثورات ليس فقط على مستوى الثورة الفكرية والثقافية والمجتمعات، ثورة سياسية مثلا يعني الثورة في اليمن، واحدة من أهم روافد الفكرة الثورية في اليمن كانت مجلة العروة الوثقى التي كان يتناولها المثقفون اليمنيون ويهربونها اليمن كما يهربون المخدرات، يعني ويهربونها من القاهرة إلى عدن، ومن عدن تهرب بطريقة أو بأخرى في اليمن. يعني بمعنى آخر أنه يعني هذا المنتوج الفكري والثقافي الذي كان حاصل في هذه المجتمعات يعني كان واحد من أهم أسس مرحلة الوعي السياسي. الثقاف المثقف بالضرورة ينتج وعيا سياسيا، هذه مهمة المثقف. المثقف الذي لا يصنع وعي سياسي في مجتمعاتي، أنا باعتقادي لا يمكن أن نطلق عليه مثقفا. طبعا في مسألة مهمة فيما يتعلق بدرجة المثقف، بمعنى آخر أنه الفرق بين المثقف والمتعلم، ليس بالضرورة أن يكون المتعلم مثقفا. المثقف هو الذي يمتلك الحس النقدي لتغيير الواقع الاجتماعي الموجود وحالة التخلف الاجتماعي الموجود.
المتعلم حتى مهما هذا يسميه مالك بن نبي انه صاحب الشهادات العليا والتخصصات العليا، يقول متعالم وليس مثقفا. لماذا متعالم؟ لانه يسعى وراء فكره الحصول على الشهاده على حساب القيمه النقديه للمعرفه التي يحملها. وبالتالي هنا لنميز بين المثقف وبين المتعلم او بين الاكاديمي. الاكاديمي يشتغل على روح المساله الاكاديميه والعلم والتخصص، لكن اذا لم يكن له اسهام في الواقع الاجتماعي هو ليس مثقفا في هذه الحاله. نعم، اذا ازمه المثقف العربي، لنا عوده للحديث عن هذا الموضوع بعد وقفه قصيره. أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين، نعود وإياكم للحديث عن أزمة المثقف العربي. أستاذ أحمد، يعني قبل الفاصل سيد نبيل في الاستوديو تحدث عن نقطة يعني مهمة ومرتبطة بصلب ما نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو قضية الوعي. ما مقدار ما إسهام المثقف العربي اليوم في تشكيل الوعي الجمعي لأمته؟ أتحدث عن الحالة العربية طبعا، الوعي السياسي والمجتمعي والفكري والاستراتيجي، الوعي بحجم الخطر المحيط الذي قد يكون في كثير من الأحيان خطرا وجوديا. هل ثمة إسهام واضح وملموس ومحسوس للمثقف العربي في تكريس هذا النمط من الوعي؟ لا شك أن المثقف هو ابن مجتمعه، هو ابن المحيط الذي يشكله. والعلاقة كما قال أستاذ نبيل هي علاقة جدلية تبادلية، تأثير المؤثر، أحيانا هو يأخذ دور المؤثر، أحيانا يأخذ أو يلعب دور المتأثر في المجتمع. هو يشبه تماما حالة البلازما، يعني الناحية الثقافية تشمل حالة البلازما داخل الدم التي تقوم بمد الكريات البيضاء والكريات الحمراء وتعمل عملية توازن. وإذا عدنا إلى التعريف اللغوي للمثقف أو لمد الثقافة العربية، أستاذ أحمد لو أذنت لي، يعني ربما في المحور الأول تحدثنا عن قضية التعريف، ولكن في كتابه يعني ليها صلة أستاذ جهاد، بس حتى نكسب الوقت لو أذنت لي، يعني في كتابه محمد عابد الجابري، يعني في كتابه الثقافة العربية، يقول بأنه المثقف العربي يعاني من أزمة تراكم معرفي، أزمة حقيقية عميقة. نريد أن نحلل هذا الكلام لأنه مرتبط بموضوع أزمة المثقف العربي. أتحدث عن المحتوى، هل هناك محتوى معرفي يقدمه المثقف العربي لتكريس الوعي لدى الجماهير العربية؟ هو أحيانا بالنسبة للحالة الوصفية للمثقف الآن هناك محاولات بلا شك، يعني لا نستطيع أن نقول أن نسارع بالتعميم المتسرع ونصدر حكما عاما فنقع لا قدر الله في المغالطات المنطقية. هناك لا شك في محاولات كثيرة ودائبة في الدراسات الأكاديمية وفي حتى على مستوى الثقافي وحتى في حاليا في حالة التكنولوجيا والتقنية الحديثة، هناك لا شك في جهود لأجل محاولة بلورة مشروع ثقافي. لا شك أن هذا يعني صحيح كأي قضية من القضايا التي تتصل بموضوع تغيير الرهانات أو الواقع إلى غير ذلك، لا شك أنها سوف تصطدم بصعوبات، ولكن لا نستطيع أن ننكر أن هناك محاولات دائبة. ولعل يعني نحن الآن في هذا البرنامج لا نريد أن نحل الإشكال بقدر أن احنا نزيد من درجة الوعي. لا شك أن البرنامج نفسه وطرحه لهذه القضية هو خطوة إلى الأمام
ناحية هذا المشروع الثقافي. لكن لو تعطيني أمثلة، لو تعطيني نوعا من الأمثلة أستاذ أحمد عن طبيعة الوعي الذي يساهم المثقف العربي في تكريسه بين الجماهير. نحن يعني عودة جزئية، لا نريد أن نستفيض في الحديث عن قضية الانتفاضة العربية، ولكن ثبت أن الحراك، كان الحراك السياسي والحراك الجماهيري، افتقد إلى الوعي المعرفي والوعي السياسي الكامل، وبالتالي سهل حصول ما بات يعرف بالثورة المضادة. نريد أن نبحث قضية دور المثقف فيما يحصل الآن. هو حاليا هو بالنسبة لما ذكرته حضرتك، وأنا لما قلت إن معلش لما كنت بتكلم عن موضوع إنه من معنى الثقافة اللغوي هو تسوية الرماح، أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، إلى نقطة أن المثقف يمثل دور الحكيم أحيانا، يعني لو صح هذا التعبير، الذي يستطيع أن هو يشخص الداء بصورة دقيقة. فأحيانا تكون عنده المعطيات أو الناحية التراكمية المعرفية كما طرح، أحيانا تكون غير دقيقة، لأنه في النهاية هذه المفاهيم كلها نحن نتكلم يا سيدي في قضايا كل ما يخصها في يغلب عليه الجانب النسبي، يعني فهذه نقطة مهمة لابد ألا تغيب عن يعني عن تفكيرنا ونحن نتناول مثل هذه الموضوعات. لا شك أن هناك كما قلت لحضرتك هناك محاولات، يعني مثلا لو قلت مثلا أن هناك محاولة تحقيق كتب التراث، محاولة تحقيق كتب التراث وإن كان من جانب الإيجابي وليس الجانب السلبي، يعني نحن الآن مثلا لما شفنا أو رأينا أنه بعض المثقفين اللي هم ينتمون إلى توجه غير التوجه الذي تحتاجه الأمة حاليا لعودتها من حالة الاستلاب الحضاري والثقافي، هؤلاء مثلا كانوا يستشهدون ببعض كتب التراث، الكتب مثلا مثل التاريخ للإمام الطبري، ولكن وجدنا من يرد عليهم، وجدنا من يقول لهم قفوا عندكم فإن أو الزموا حدودكم، فإن الإمام الطبري نفسه تكلم عن روايات في مقدمته هي روايات موضوعة أو مكذوبة، وقال أنا جمعت الكل وهناك روايات صحيحة. فهناك من أتى وأخذ الروايات المكذوبة وصار يشنع بها وصار يشيعها، ولكن رد عليه من انتبهوا لهذه. هذا يدل على أنه في حالة من الوعي، هناك من رد عليه بالروايات المكذوبة والروايات. طبعا هذا 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 تتحدث أستاذ أحمد يعني في السياق الزماني، في السياق الذي كانت فيه الحضارة العربية يعني مهيمنة على العالم، ونحن اليوم ربما نتحدث عن واقعنا العربي. لكن لو أذنت لي على قيمة ما ذكرته وأن أبني عليه لأسأل الأستاذ غسان في الخرطوم، يعني هناك الحديث يكاد ينعقد الإجماع بين المثقفين والكتاب العرب على أن هناك أزمة حقيقية وعميقة لدى المثقف العربي. هل حدثتنا من فضلك عن طبيعة هذه الأزمة، طبيعتها ومظاهرها؟ نعم، طبيعة الأزمة يعني يمكن الإشارة إلى أن هناك أزمة تخص المثقفين نفسهم كطبقة اجتماعية، وهناك أزمة متعلقة أو متصلة ببقية مكونات الظاهرة الاجتماعية، منها السلطة، الشارع، المؤسسة التعليمية. فإذا تحدثنا في النقطة الأولى عن أزمة المثقفين نفسهم، نستطيع أن نشير لبعض مظاهر هذه الأزمة. أن هناك شعور عام لدى عدد كبير من المثقفين بأنهم لا يملكون تأثيرا اجتماعيا، أي تم استبعادهم بآليات السلطة، تم التخلص منهم بأنماط اقتصادية استهلاكية ظنت بأنهم ليسوا إلا ثرثارين. يعني أستاذ غسان، أنا أريد أن أنتقل معك إلى مستوى آخر من قضية، وأسألك أنا عن الأزمة الذاتية التي أيضا أعود مرة أخرى إلى محمد عابد الجابري المفكر المغربي الكبير الراحل، الذي قال هناك عدة أزمات ذاتية أو بنيوية في المثقف العربي نفسه، مثل النرجسية العاجية، أن المثقف يشعر نفسه أنه فوق المجتمع، يعيش في برج عاجي، وبالتالي لديه مستوى عالي جدا من النرجسية، وإضافة إلى بعض الأمراض سماها هو أمراض المثقفين العرب. لو حدثتنا عن هذه الأزمة وانعكاسها على الواقع العربي. يعني أنا قلت قبل قليل أنه هناك أزمة تخص الطبقة نفسها، طبقة المثقفين، أنهم عندما شعروا بغياب تأثيرهم في المجتمع بطبيعة الحال ابتعدوا. كلام أستاذنا محمد عابد الجابري حول بعض أمراض المثقفين مثل النرجسية والعاجية والتجريد والمثالية يمكن أن نجد لها كثير من الأمثلة، لكن أنا من أنصار أن لا نعمم بطبيعة الحال، وفي الوقت نفسه ننظر لكل تجربة خاصة. أنا حينما أشير
إلى لحظات كان هناك أدوار كبرى يقوم بها العقاد وطه حسين والمازني وتوفيق الحكيم، وكانوا يعني فعليا يغيرون طبيعة الوعي العربي فعليا بما ينتجون من معارف. وحينما نتحرك خطوة إلى الأمام تم تغير هذا الدور وتبدل في ظل التحولات السياسية الكبرى. أكبر مشكلة، حتى لا نتهم المثقفين بأنهم نرجسيين أو يعيشون في أبراج عاجية، أن المجتمعات العربية تعاني نقصا حادا في الحريات الفكرية، وبالتالي لابد أن يهرب المثقف. هذا ليس دفاعا، كل هذه الأمراض هي انعكاس إلى محاولة الاستبعاد. لكن ما المحتوى الذي يقدمه المثقفون العرب أستاذ غسان؟ يعني حتى نحن في كل برامجنا وأحاديثنا دائما ما نعلق الشماعة على السياسة، دعنا نمارس نقدا ذاتيا للمثقفين أنفسهم، ما هو طبيعة المحتوى الذي يقدمه المثقفون العرب؟ فأنا حينما أقول أنما حينما تكون كل المنابر مصادرة للمعاني الاستهلاكية، وحينما تكون كل المنابر الثقافية الموجودة مهيمن عليها سياسيا، لا تستطيع أن تلوم المثقف. حينما يكون الكتاب هو آخر هموم الدولة، أي دولة من دولنا العربية في اقتصاديات الطباعة والكتاب، لا تستطيع أن تلوم المثقف. أنا لا أدافع بالمطلق عن المثقفين، أنا أقول أن هناك مشكلات حقيقية على الأرض تمنع تقطع الطريق على المثقف ليمارس دوره. مسألة اتهامه بأنه بعيد من مجتمعه، هذا البعد نعم هو مشارك فيه بشكل أصيل، أي أنه يخلق مسافة ما بين القضايا الواقعية وبين ما يحمل من تجريد فكر لبعض القضايا. لا زالت هناك رطانات ثقافية تمارس لمحاولة تقديم الطبقة بأنها طبقة خاصة بعيدة عن المجتمع. المشكلة الرئيس أن كثير من المثقفين، ولابد أن أقول ذلك، لم يستطيعوا أن يحولوا هذا التراكم المعرفي الكثيف إلى كلام عام، إلى كلام مباشر، إلى طريقة، إلى وظيفة، إلى مشروع. هم عجزوا في كثير من هذا يعني، لكن أيضا عجزهم لا يرتبط بهم ارتباط مباشر. أنا أقول لك أن إذا بحثت عن ميزانيات الثقافة في الدول العربية ستجد أن هذه الثقافة فقط يتم اقتصارها على ما يسمى بالمنوعات، هذا فكرة الغناء. نعم طيب، بس ضد الغناء. لذلك حينما تكون ميزانيات الدولة نفسها لا تمنح المثقف دور، أنا قلت أنا لا أبرئ، لأنه كثير من المثقفين لا يزالون يرطنون. طيب الصوت يتقطع والصورة ليست مناسبة الآن، دعني أتحول إلى الأستاذ نبيل. يعني لماذا المثقف العربي مأزوم؟ لماذا هناك أزمة مثقف العربي؟ من أين تنبع المشكلة؟ نريد أن نمارس نقدا ذاتيا، ثم بعد ذلك نتحدث عن ضلوع السياسة في هذا الأمر. هو لا شك أنه لدينا أزمة ثقافة وأزمة مثقف في الأصح، وليست أزمة ثقافة، أو هناك بعدين لهذه الأزمة، أزمة الثقافة وأزمة المثقف. أزمة الثقافة هي يعني منبعها هي تنبع من حالة القطيع المختلقة بين التراث، بين الماضي وبين الحاضر. هناك تيار من المثقفين أو الذين ذات منطلقات حداثية فيما يتعلق بتعليمهم المهني أو تعليمهم الجامعي أو حتى وظيفتهم الاجتماعية الموجودة، إنهم خريجين جامعات جديدة منقطعين تماما عن تراث الفكر والثقافة في الحضارة الإسلامية، ومعظم هؤلاء الذين درسوا في الغرب أو الذين تأثروا بالتعليم الغربي ومدفوعين بفكرة أنه لا نجب أن يعني لا يرون مخرجا لتطور العالم العربي إلا من خلال القطيعة مع تراثه ومع ماضيه، ويعتقدون أن ما صلح لأوروبا سيصلح للعالم العربي، وهذه مشكلة جدلية الأصالة والحداثة. بالضبط، بمعنى آخر أنه يعني هذا التيار الذي يرى أنه يجب أن نعمل قطيعة مع الماضي، ماضي وتراثنا وتاريخنا وحضارتنا، ونأتي بسياق أو نأتي بموضوع آخر نستمد كل ما أحدثته الثقافة الغربية أو الحضارة الغربية ونحاول أن نطبقه في العالم العربي. طبعا مثل هذه المقولة هي مقولة مغلوطة تماما. الثقافة أو السياق السياسي أو السياق الفكري لا يمكن بحال من الأحوال أن نعمل أشبه بلصق ونسخ ولصق استيراد الفكرة. كامل يعني كل أمة لها خصائصها ولها مقوماتها ولها تراثها وثقافتها وحضارتها، وبالتالي في إشكالية معنا في التراث، هذا الإصلاح في هذا الجانب يأتي من العودة إلى التراث نفسه، إنه في تراثنا في فترات انقطاع حضارية، في نوع من الاشتباك أو في نوع من
التراجع في مفهوم الفكر الثقافي حينها فيما يتعلق بمسألة الاستبداد، فيما يتعلق بمسألة الدولة، فيما يتعلق بكثير من المسائل التي تتعلق أيضا حتى ببعض الإشكاليات الفقهية الموجودة في التراث الإسلامي. لكن هذه لا يمكن أن نصلحها بأن نتجاوزها ونقفز مباشرة نأتي بروح الشرائع ولا بالعقد الاجتماعي لجان جاك روسو ونعمله بديل لمقدم ابن خلدون أو للأحكام السلطانية. في إشكالية اللي نتجاوزها في من خلال تراثنا. أن الصنف الآخر وهو الصنف الذي يرى أنه كل جديد خطر عليه، أن الاحتكاك بالغرب أو الاقتباس من الحضارة الغربية في هذه الحالة يعني تحدي وخروج عن الإسلام. أنا باعتقادي هذا الطرف أو هذا التيار لا يقل خطورة وأزمة من الطرف الآخر الذي يريد القطيعة مع التراث، نفس الذي يريد القطيعة مع الحاضر والقطيعة مع الشرق أو الغرب، لأنه بالأخير المعرفة والحكمة هي ظلة المؤمن، أينما وجدها هو أحق بها، وبالتالي يجب أن نخلق نوع من الوائمة بين تراثنا وبين ما يمكن أن نستفيد منه من الشرق أو الغرب فيما يتعلق بكثير من المفاهيم الجديدة فلسفية وسياسية وإدارية وما إلى ذلك. لكن ثمة من يرجع أصل الأزمة، أزمة وجود مثقف عربي، إلى الجانب التكويني، وهنا أنتقد الأستاذ أحمد في القاهرة بعد إذنك. طبعا أستاذ أحمد، يعني من يقول أن المشكلة في أصلها تكوينية، بمعنى أن المثقف العربي أو الإنسان صاحب المعرفة لا يمر في سياقات تعليمية تكونه تكوينا معرفيا عميقا، فهو مثلا يفتقر إلى أداة اللغة، اللغة العربية لغته التي هي وعاء معرفته، هو لا يمتلك هذه الأداة، لا يمتلك معارفها وخصائصها وأسرارها، وبالتالي لا يقدم محتوى معرفيا عميقا، فضلا عن اللغات الأجنبية التي ينبغي أن يذهب إليها ليقرأ فيها. إلى أي مدى توافق على هذا التحليل؟ طبعا في الجانب الذي ذكرته حضرتك في جزء كبير من الصحة، خاصة في الجبهة التي عمل الاستعمار القديم بعد أن رحل أو أثناء وجوده على إيجاد هذه الفئة أو تلك النخبة التي نستطيع أن نقول أنها كانت يعني تكون على أساس أن يكون هناك قطيعة بينها وبين التراث وبين ثقافة الأمة وبين مقومات هذه الأمة، فكان هناك تركيزا على هذا الجانب، كان هناك تركيز على هذا الجانب. ولكن في الجهة الأخرى، لو استطعنا أن نتجه إلى الجهة الدينية أو الجهة الثقافية الأصيلة، فإن هذه الجهة أيضا لا شك أن في تكوينها المعرفي هي كانت في حاجة إلى التجديد، في حاجة إلى الاطلاع على ثقافة العصر، للنظر إلى ما عند الآخر. كانت هذه الفئة في حاجة إلى هذا الأمر لا شك، وكانت الجهود غالبا هي جهود فردية أكثر منها جهود جمعية. يعني لا نستطيع أن ننكر مثلا دور الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو يعتبر من تلاميذ الإمام محمد عبده، الدور الذي أشار إليه الأستاذ غسان، دور الأستاذ العقاد ومدرسته بعد ذلك، لا شك أن هذا الدور امتد بعد ذلك مع مثلا من تبنوا التوجه الإسلامي والتوجه الخاص بالأمة وثقافتها وحضارتها، ولا زال مؤثرا حتى الآن. لا أستطيع أن أقول إن هناك جهة أكثر من جهة إلى غير ذلك، ولكن أقول إن سنة التدافع الربانية موجودة في هذا الموضوع. لا شك أننا لا نستطيع أن نحيا في قطيعة مع العصر الذي نعيش فيه تماما. نعم أستاذ أحمد، لكن أنا مهتم جدا بسماع رأيك، وأنت مستشار وخبير في مسائل التربية والتعليم، إلى أي مدى في سياق الحديث عن الأسباب طبعا، إلى أي مدى يعني يفرق دم هذه الأزمة على السياق التعليمي إذا صح التعبير؟ إذا قلنا إن هذه الأزمة هي، إذا قلنا المثقف وعدنا للأصل، المثقف والثقافة هي أصلا محيط اجتماعي، فلا شك أن المحيط الاجتماعي هذا يشمل الجانب التعليمي ويشمل الجانب التربوي ويشمل الجانب الإعلامي والجانب الاقتصادي والجانب السياسي. كل هذه الجوانب هي تشكل الحالة الراهنة، وتشكل كذلك البعد المستقبلي إذا كانت هناك نية للانطلاق إلى الأمام. فلا شك هذا موجود، لأنه الثقافة فيها العنصر التربوي وفيها العنصر، لأنه نحن إذا توصلنا إلى نظرية ثقافية، ونحن نعاني مثلا من عدم وجود نظرية ثقافية متكاملة
الآن بحيث يتدع يعني يتحد عليها الفرقاء، أو بمعنى أصح يكون هناك نوع من المؤتمر الجمعي العام الثقافي الذي يتم من خلاله تقريب وجهات النظر وترسيخ ثقافة التعايش حتى مع الفئة التي يعني هي على قطيعة أو في نوع لديها من الاستلاب الحضاري الثقافي. هذه ممكن تخاطب كذلك ونستطيع أن نفعل هذا، لكن الآليات الأدوات، هل نحن نحسن هذه الأدوات التي يمكن من خلالها أن نرسخ ثقافة أصيلة وفي نفس الوقت هي منفتحة على ثقافة العصر الذي نعيش فيه؟ لا شك أننا نستطيع أن نفعل ذلك إذا صدقت النية وكانت هناك فعلا العزائم الكبيرة لهذا الأمر. طيب أستاذ غسان، في ضوء الواقع الاجتماعي والسياسي وحتى العلمي والفكري الذي تشهده المنطقة العربية، هل أنت ممن يعني يسيرون في سياق من يقول بأنه حان وقت إعلان المثقف وفاة المثقف العربي، أم أن هناك فرصة خاصة بعد يعني الانحياز الكامل للسلطة في أزمة الربيع أو الانتفاضة العربية وتشكل طبقة كبيرة من المثقفين فيما يصفه بعض الكتاب بأنه مثقفو البلاط، هل أنت مع إعلان وفاة المثقف العربي أم ثمة أمل في هذا الأمر؟ أنا متفائل دائما وأقول أنه المثقف في النهاية هو رئة هذا المجتمع، وإذا توقف هذا الأكسجين يعني هذا يعني أن المجتمع نفسه قد مات. أنا متفائل جدا لكن معترف بأن ثمة صعوبات حقيقية تواجه المثقف ليكون فعليا صاحب دور إيجابي في مجتمعه. وأنا قلت قبل قليل أنه حينما أنا أشرت إلى دور السلطة، لأنني حينما أنظر أستاذ جهاد إلى تاريخنا العربي الإسلامي أجد أن كل الفاعلين الذين استطاعوا أن يمارسوا أن ينتجوا فعليا في الثقافة العربية كانوا على حالة وفاق مع السلطة، لم يكونوا في حالة صراع مع السلطة. هذا يعني أن السلطة المستنيرة هي التي يمكن أن تأخذ بيد المثقف ليقوم بدوره. النماذج عديدة، كان ابن رشدي مع 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 يعقوب، كان المتنبي مع سيف الدولة، كان المامون مع المعتزلة. لذلك أنا حينما قلت أنه هناك هذا الانفصال الذي جرى ما بين الوظيفة بتاعت المثقف وما بين تراكم المعرفة، نعم طيب، المشاكل الرئيسية هذا الفقر الذي نعيشه وهذا الفقر المعرفي الذي نعيشه، أن غالب هذه السلطات التي تحكم هذه الدول طيب. هذا الأمر أمر الثقافة، هذا الأمر لا يشكل عندها ضغطا كبيرا لا يهمها. لذلك أنت لا تستطيع أن تطلب من الشخص بأن يوفر هذا المعنى من المعرفة الذي يحملها ويغير بها المجتمع حينما تنسب أمام الأبواب. أنا كثير ما أقرأ أنه كيف كان يمكن أن يكون هناك ابن رشد لولا الموحدين، كيف يمكن أن يكون هناك ابن خلدون نفسه والفارابي لولا سيف الدولة. أنا لذلك أقول عن نحن نحتاج إلى هذا الزواج الجديد، أن تكون هذه السلطة القادرة على فهم طبائع المجتمع والتي تعرف أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، حتى إن كانت تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، حينما تستشعر أهمية دورة تجاه الأمة، هذا الدور تلعب السلطة، ستجد أن المثقف يستطيع أن يلعب دورا إيجابيا. طيب. لذلك فكرة انتقاد طرف على طرف لن تكون مفيدة دون العودة إلى طبائع الثقافة العربية. أنا كما قلت لك طبيعة الثقافة العربية أن من استبعدوا من السلطة لم يستطيعوا أن يمارسوا دورا إيجابيا. هذا الأمر ينطبق على مسكوي في بعض لحظاته، هذا الأمر ينطبق على توحيدي في كثير من حياته، ينطبق على المعري. إذا وضعت من أنتجوا فعلا ثقافة عربية ستجد أنهم كانت هناك صورة مستنيرة استطاعت أن تأخذ بيدهم وهم أيضا لم يخيبوا ظنها. لذلك الأمر متبادل ما بين السلطة التي تملك أن تخطط وتدفع وتصرف وبين المثقف الذي يملك المعرفة. طيب دعني أسأل الأستاذ نبيل في الاستوديو، يعني كيف يمكن إصلاح هذه الأزمة، أزمة المثقف العربي؟ هل هناك وصفة، خريطة ما يمكن من خلالها الوصول إلى حالة تظهير مثقفين عرب على مستوى رفيع من المعرفة يمكن أن يساهموا في تشكيل البنية المعرفية للمجتمعات العربية؟ هو لا شك المسألة ليست بهذه البساطة أنه من خلال طريقة واحدة معينة ممكن أن نخلق مثقف، خطة مثلا. المسألة هي متعددة الأبعاد، من أهم أبعاد هذه المسألة هو أزمة السياسة في المجتمعات العربية.
انه الانظمه العربيه تعيش مرحله قطيعه مع الثقافه ومرحله قطيعه مع المثقف، وبالتالي استطاعت هذه السلطات الحاكمه التي جاءت عن في بطريقه غير شرعيه وغير مشروعه اختطفت قرار المجتمع واخذت وذهبت بعيدا بتشكيل ثقافه او تشكيل مثقف يتناسب مع شكلها ولونها وما تريد، وهو مثقف السلطه الذي لماذا المثقف؟ لانه المثقف هو الاكثر قدره على تبرير فساد هذه السلطه، تبرير يعني تخلفها، تبرير لصوصيتها، فشلها. وبالتالي اليوم نحن يعني انا باعتقادي انه انا ايضا اشاطر الاخ غسان نفس الفكره فيما يتعلق بالامل، انا لا زال لدي امل ومتفائل جدا انه هناك جيل يتشكل اليوم من المثقفين سيشكلون في فارقا في المستقبل، هذا الفارق الذي سيكون من خلاله اصلاح هذه المنظومات، هذا الخلل الاجتماعي فيما يتعلق بمسار السلطه، الخلل الاجتماعي فيما يتعلق بمسار التعليم، الخلل الاجتماعي فيما يتعلق بمسار التنميه، وهي مسارات متكامله، حينما تصلح السياسه سيصلح التعليم، حينما يصلح التعليم ستصلح التنميه، هذا مثلث مهم جدا فيما يتعلق بوظيفه واشتغال المثقف العربي في المرحلة القادمة. أنا باعتقادي أنه مسألة يعني اليوم يعني هذا السوشيال ميديا، هذا العالم المفتوح اليوم كل يوم يعني بقدر ما نرى فيه حجم الإسفاف الحاصل، حجم السطحية، حجم الكثير من الإشكاليات الموجودة اليوم التي تقذف بنا بها وسائل التواصل، لكن أيضا استطاع المثقف الذي المعزول أو المهضوم أو القادر على الغير قادر على الظهور أن يظهر اليوم. وسائل الاجتماع، وسائل التواصل، الانترنت اليوم أوجدت لنا كثير من منافذ لوجود مثقف حقيقي، مثقف لا يخضع للسلطة، لا يخضع للحزب، لا يخضع للرأس المال. كيف لا يخضع؟ وسائل التواصل المجتمعي هي خاضعة لهيمنة الأنظمة في النهاية. بالتأكيد أنها خاضعة يعني بطريقة أو بأخرى، لكن المجالية والمتاحية فيها لا حد الآن كبيرة جدا، يعني بغض النظر نحن يعني على مستوى الواقع العربي، أنا لا أكلمك على مستوى الكوني أنه هناك نوع من الإشكاليات فيما يتعلق بالتحكم بهذه وسائل التواصل، لكن على مستوى العربي أنا باعتقادي لا تزال يعني المثقف الذي تستطيع السلطة أن تسكته من خلال، لأنه اليوم السلطة لم تعد هي القادرة أو الوحيدة التي تسيطر على منابر التفكير ومنابر الإعلام ومنابر القول والفعل. اليوم أيضا الفضاء مفتوح، وبإمكان المثقف الحقيقي، المثقف الصادق الذي ينطلق من قضية رسالية أن يعبر عن هذه القضية وأن يجذب الناس، لأنه بالأخير ما ينفع الناس هو الذي سيبقى. يعني بالضرورة كلما يعني هذا العالم العربي، هذه المجتمعات اليوم التي لديها القدرة على التواصل وعلى الاستماع، هي تميز الصواب من الخطأ وتميز الصحيح من غير الصحيح. وبالتالي اليوم وأنا متفائل جدا أنه هناك أيضا تيار جديد يتشكل في الواقع العربي، وهو تيار الذي يتجاوز هيمنة السلطة وهيمنة الاستبداد السياسي الموجود في المنطقة. في سياق الحديث عن سبل والوصول إلى مجتمعات عربية تفيض بالمثقفين الذين يسهمون في تعزيز الوعي وفي بناء المعرفة وفي السهر على مشروع للنهضة العربية، ما دور المدرسة والجامعة، وأنت المتخصص أستاذ أحمد عبد الباري، ما دور المدرسة والجامعة في تعبيد الطريق نحو الوصول إلى هذا الهدف العربي المنشود؟ لا شك أن للمدرسة دورا كبيرا وكذلك الجامعة، ونحن إذا زرنا الجامعات واطلعنا على المكتبات والكتب وحتى معرض الكتاب السابق، آخر معرض كتاب وهو معرض ليس بالهين، معرض القاهرة الدولي، كانت نسبة إقبال الشباب ومنهم قطاع كبير جدا من الطلبة الجامعيين، وأنا كنت يعني رأيت هذا في قلب المعرض، هناك إقبال كبير جدا من الطلاب ومن الطالبات. هذا يتكرر في كل عام أستاذ أحمد. هذا طبعا نحن نعلم أن سوق الكتب وهو مؤشر من ضمن المؤشرات، والإقبال على هذه الكتب حتى في الجامعات كذلك، هناك قطاع كبير الآن يتجه إلى الثقافة وإلى القراءة، حتى الثقافة الأصيلة، يعني أنا يعني رأيت طلبة من كلية الطب يعني يبحثون عن كتب الدكتور مصطفى محمود ويقرؤونها إلى غير ذلك. مثلا الإقبال على كتب الدكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله
وكثير من الكتب، حتى يقرأ الشباب بجرأة ويقرأ الكتب الروايات الحديثة والمترجمة والكتب، ويطلع حتى على الثقافة، ويستطيعون الآن منهم من يستطيع أن يناقش وأن يتعرض لبعض القضايا الفكرية الموجودة. فأنا لا أفقد الأمل أبدا، بل متفائل. وأيضا أريد أن أقول أو أضيف شيئا، بنصف دقيقة من فضلك، انتهى الوقت، تفضل. العهود التاريخ الإسلامي، على مدى التاريخ الإسلامي، كنا نجد حتى في الصعوبات، عندما تكون هناك صعوبات أو تقييدات على المفكر أو على المثقف، كنا نجد هناك يعني استمرارية وتراكمية للجهد الفكري. وإلا كان الإمام أبو حنيفة أنتج لنا ثروة فكرية هائلة جدا، وكانت الظروف غير مواتية له. الإمام مالك بن أنس أبدع في الموطأ، وكانت الظروف غير مواتية له. وكان معروف القصة، قصة الإمام مالك، الإمام أشكرك أستاذ أبو حنيفة، الإمام الشافعي، كل هؤلاء أبدعوا في ظروف كانت تكون غير مواتية، ومع ذلك استمرت حركة الثقافة الإسلامية والعربية في النمو وفي التراكم. وكانت الصعوبات يعني يتغلب عليها من ناحية الإرادة الحضارية والإرادة الفكرية الداخلية أو الروح المهيمنة على المفكر العربي والمسلم والمثقف العربي والمسلم. وهذه الروح ليست بغريبة حاليا ولا في المستقبل إن شاء الله. أشكرك جدا. يعني في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، نبيل بوكيري الكاتب والباحث اليمني، ومن القاهرة عبر سكايب أحمد عبد الباري المستشار التعليمي، وكذلك من سكايب عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، في حراسة الله.